السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات 2D Dynamics الخاصة ببلوجين نيوتن الخاص بأدوبي أفتر إفكتس. النهاردة إن شاء الله يمكن هنتكلم شوية على أنواع أو مش أنواع الأجسام، هنتكلم على شوية خواص للأجسام اللي موجودة في النيوتن واللي بتتشابه إلى حد كبير جدا مع الخواص اللي موجودة في أي برنامج بيطبق عليه الداينامكس في أي برنامج 3D. لو جينا بصينا للخواص اللي أنا بقول عليها، هنلاقي إن أنا لو رحت مثلا على سبيل المثال، لو انا رحت خدت لير وعملت سوليد وليكن هسمي السوليد دي بالاسم ده كده وهعمل لها سكيل. طبعا لو تفتكروا احنا قلنا ان السوليد في حد ذاتها لما بتعمل لها سكيل هو بيشوفها كفيكتور. هروح اجيب سوليد تانية ولتكن 150 في 150، ممكن نسميها بول. هاجي على السوليد دي زي ما هي كده، اغير بس اللون بتاعها اللون ده كده، واروح للليبس تول دبل كليك عشان اجيب الماسك، ارفعها فوق بالمنظر ده كده. طبعا انا كده غلطت، انا رفعت الماسك، المفترض ان انا برفع السوليد كلها ماشي بالشكل ده كده. اجيبها يمين شوية كده حاجة كده، يعني مش عارف اس اخلي دي مثلا 50%، كنترول دي اعمل لها دبل جيت كده مثلا، يعني حاجة بالشكل ده كده. لو انا رحت الكومبوزيشن الاول اسيف، لان نيوتن ساعات بيعمل مشاكل مش اللي هي. طبعا ده اللي انا كنت محطها نسيف على نيكست 03 ده، ونروح للكومبوزيشن. طبعا نشط تايم لاين كومبوزيشن نيوتن. طبعا الراجل ما قاليش ان هو يعمل اي عملية سيبريشن او اي عملية كونفرجن، لان هو اصلا كده كده شايف كل اللي عنده سوليدز، فما فيش داعي للكلام ده. نروح بعد كده نشوف الروتيتور. انا عايز دي تنزل كده يعني ده مش عايزه ينزل، عايزه يلف ويوقع دي، يعني يبقى زي السوفت بادي كده. هروح للتايب اقول له اي ماتك. اي ماتك هتشوف انا شرحته قبل كده، بس لو انا عملت سولف هتلاقوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. لو انا على سبيل المثال رحت على بول من دول، اول بول دي اولا انا عايز اعمل حاجة او حاجتين مهمين بالمرة عشان تعرفوهم. عندي حاجة اسمها ستيبس بير فريم. الستيبس بير فريم اللي هي مدى دقة الحسابات، لان خلوا بالكوا ان هو لما بينزل من هنا لغاية هنا ويحصل تصادمات في حاجة اسمها سب فريمز. السب فريمز دي او اللي هي عدد الحسابات بين كل فريم والتاني، طبعا هي قليلة ممكن انا ازودها فبيديني نتائج احسن وفي نفس الوقت بياخد وقت ريندر اعلى شوية. لو انا رحت للمش اللي هو عدد الفيرتكس اللي بتكون كل جسم من دول، طبعا كل ما بزودها كل ما بتبقى احسن، وممكن البرنامج يهنك، البلاجن يهنك، البرنامج يقفل زي ما ممكن يحصل حالة نو في اي لحظة. تمام، طبعا ده كده وده كده المش بتاعهم عالي قوي. لو احنا رحنا بقى الاول بول اللي هي البول دي، طبعا النوع بتاعها دايناميك مفيش مشاكل. الدنسيتي اللي هي الكتلة، طبعا الكتلة لو انا زودتها دي هتنزل بمعدل اسرع من دي. طب ما تيجوا نزود نخليها 10 واعمل سولف زي ما انتم شايفين ضربتها وعدت الناحية التانية، وفي اعتقد هما الاتنين بينزلوا في وقت واحد.
طب انا هعمل كنسل واروح لدي واخدها تحت شوية كده كده يعني، واروح لنيوتن مرة تانية ارفع المش بريسيجن، طبعا ربنا يستر ما يهنكش، والستبس بير فريم. لو انا عملت سولف طبعا ارجع تاني للروتيتور اي اي ايماتك او ايماتك، هعمل سولف زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا دي نزلت قبل دي، طب ما انا ممكن اروح للبول دي واخلي الكتلة بتاعتها اعلى شوية ولتكن بخمسة، يعني عاوز اوصل لحاجة كده. طبعا واضح قوي موضوع الدنسيتي شكله عامل ازاي. هروح لهنا برضو اخلي دي مثلا ولتكن 8. في عندي حاجة بعد كده اسمها الفريكشن اللي هو معامل الاحتكاك. طبعا معامل الاحتكاك انت بتعمله بالنسبة للجسم اللي بيتحرك والجسم الثابت، تمام. طبعا ممكن واحد تاني يقول لي يعني ايه معامل الاحتكاك، اقول لك يعني الانزلاق. يعني لو احنا شفنا عملنا سولف هنلاقي دي شايف ماسكة شوية في البار ده، لكن لو انا عملت ريستارت ورحت قللت الفريكشن قوي بالنسبة للبول دي وفي نفس الوقت قللت الفريكشن قوي بالنسبة للبار ده، هنلاقي انها بتعمل سلايد. ممكن اخد الجسم ده واحركه كده شوية بس عشان اشوف السلايد، تمام. زي ما انتم شايفين اتزحلقت بسرعة. نفس القصة دي كده، ازود الدنسيتي شوية ونعمل كده. ادي الايماتيك وادي الدنسيتي والفريكشن. فاضل الباونسنس اللي هو الارتداد. طبعا دي كده طبعا مش هترتد لسبب، لان ده معمول ايماتيك، فانا هعمله ستاتيك ونشوف كده. واضح قوي موضوع الارتداد. ولو انا عملت البول دي برضو بالمنظر ده كده ماشي كده. اتكلمنا على الباونسنج واتكلمنا على الدنسيتي. الفريكشن يعني انا عايز اعليه شويه يعني عشان تمسك، يعني لان لما كان قليل قوي ما كانتش هتقف. زي ما احنا شفتوا الكره الاخيره وقفت خلاص، ودي هتستنى شويه وبعدين هتقف في الاخر. لو الفريكشن ده قل خلاص هتستنى شويه كتير قوي على ما تقف، واحتمال ما تقفش خالص، ان اصلا انت عامل معامل الاحتكاك بزيرو، تمام. لا وقفت بس خدت وقت اطول على اما وقفت، ونفس القصه للكوره التانية. طيب ده بالنسبه ليه الدنسيتي فريكشن الباونسنس. طيب في حاجة كمان عايز اتكلم عليها اللي هي الجرافيتي او الجاذبية. لو انا عملت ريستارت ورحت عملت سولف، الجرافيتي ممكن ان انا اضغط على النقطة الخضراء دي واقللها شوية فالجرافيتي تقل شوية. لو عملت سولف هلاقي الدنيا بقت بطيئة قوي، ولو انا كمان زقيت دي لفوق هلاقي ان انا ممكن احرك الجرافيتي زي ما انا عايز. تمام عملت كده، حرك الجرافيتي زي ما انا عايز. طبعا يعني طبعا انا ممكن بشوفه بزقها يمين وشمال زي ما انا كانك بتلعب جيم بالظبط، تمام. ده بالنسبه لموضوع الجرافيتي وازاي انا اتحكم بيها على الطاير شويه. لكن افرض انت عايز تترجم الموضوع اللي احنا عملناه ده لانيميشن، زي ما انت شايف هي اتحركت الناحيه دي، انت عايز تترجمه لانيميشن يعني عايزه ياخد كي فريمز ويحسبها في الافتر. ممكن لو انا عملت ايه، لو انا جبت كده الجرافيتي قللتها بس شويه ورحت ضاغط على كابتشر، كابتشر هيبدا يلقط الحركه بتاعتك هنا ويحطها ككي فريمز لما تعمل ابلايت وافتر افكت. تعالوا نعمل كابتشر ونعمل سولف، تمام، ونعمل كده وكده تاني
تمام، ومجرد ما انا اعمل له ابلاي خلاص. لو جيت اعمل سولف اهو، هو انا يمكن طيرتها فوق قوي بس هتيجي تاني. ده اللي احنا عملناه تمام. ولو انا قلت له ريسيت خلاص رجعت كل حاجه زي ما كانت. تعالوا نعملها ابسط من كده شويه. هعمل سولف واقلل الجرافيتي تمام، اعمل ريستارت تاني. انا عايز اظبط الجرافيتي في النص بالظبط. لا كابتشر، لا سولف تمام. لو قلت له كابتشر وجيت قللت الجرافيتي شويه ونزلتها تحت خالص مره واحده بالشكل ده كده، يبقى هي راحت. هعمل ابلاي واقوم قايل له سولف، هلاقي بقى اللي انا عملته طلعوا فوق، وبعدين هيقوموا نازلين تحت خابطين فيها مره واحده. طيب عايزين نودي كل الكلام اللي احنا عملناه ده الافتر افكت. خلوا بالكم من حاجه، ان هو علم على تيك فاليو فروم، في حاجه اسمها جرافيتي كنترولر ورقم 5. لو انا تاخرت لكم او بعدت لكم البتاع ده شويه هتلاقوا هنا ان هو نزل 2 نال اوبجكت، رقم 4 اللي هو الاولاني ورقم 5 اللي هو اللي احنا شغالين عليه. فاحنا هندلت رقم 4 بس بعد ما اضغط على ابلاي واقول له الفريمات اللي انا هعمل لها ابلاي لافتر افكت. طبعا ممكن تختار الفريم اللي انت عايزه، خليها لغايه 280 يبقى عندنا فريم زياده. ابلاي تو نيو كومب هيودي لي كل الحسابات دي لكومبوزيشن جديده. انيبل موشن بلر طبعا حاجه جميله جدا لو انت عندك حركه زي اللي عندنا دلوقتي. وهعمل اوكي، هيبدا يعمل لي سيميوليشن ويوديها لي افتر افكت. كده خلص السيميوليشن بتاعه. ولو قلت له جو تو اي اي تمام، زي ما احنا شايفين ادي سوفت دي بتاعتنا وسوفت دي بتاعته هو، دبل كليك خلاص. لو احنا ضغطنا كده ادينا شايفين الدنيا عامله ازاي. طبعا جرافيتي كنترولر 4 مش عايزينه تمام. ولو انا جيت نشطت الموشن بلار على مستوى الكومبو كله وجيت اعمل زيرو شفتوا شكلها حلو جدا. على فكره في حيله حلوه قوي بقولها لكم بس لما نيجي نتكلم على ورشه خاصه بالبلاجن ده تمام. ده بالنسبه كده ان احنا ودينا الشغل بتاعنا الافتر افكت. طيب عايز اتكلم على حاجه تانية اللي هي السوفت بادي، او ان مثلا لو انا عايز دي تخبط والاقي الحته اللي تحتها نزلت كده يعني كانها ماشيه على عجين كده، دي ممكن نعملها ازاي؟ هنقولها في الجزء الثاني او في اخر جزء من سلسله الداينامكس اللي هو الجزء اللي جاي، استنوه.